ما كنتش هنا في الدار، كنت خارجه غايبه خدامه في الفلاحه. ملي جيت متكيه هكا جيت عيانه متكيه شويه، وهي تعيط لي بنتي في التليفون قالت لي راه بابا قال لك جي عند دارك، راه خويا كاين عند دارك. كنت حاب انا واش مضارب ولا ضرب شي واحد وشحال. ملي مشيت تلقيت حالته حاله كله مكرفص، مشيت لقيت عاد وكلب شي شماكريه ضاربو مع بعضياتهم تما في السويقه، وجاب كلب وحرشو حرشو خو الدري شافهم هازين السيوف والجناوه ومضاربين، خاف من الكلب غادي هربان تلاح فيه فرسو. عدو اخويا في المنطقه الحساسه ودابا راه معت وخمج ليه ومعذب. كنطلب اخويا من السلطات يديروا خدمتهم، يدخلوا وشي جمعيه ولا شي محسن ولا يتعاونوا معايا اخويا الله يرحم ليكم الوالدين. غير كيفاش عضوا الكلب؟ كيفاش كانوا هذوك مضاربين؟ علاش كانوا مضاربين؟ ما عرفتش اخويا، انا ما كنتش حاضره اليوم. كانوا مضاربين نوضوا تما الفوضى تما ديك السويقه خاصها تحيدوا. وهذوك الكلاب المشروع كلهم مربيين كلب جوج مربيينهم في السطوحه. واش هذا من الكلاب الكبار؟ اه. وماليه يعني واش الناس بعقولهم ولا قصيرين ولا ناس؟ لا الدراري راه كبار، راه بعقلهم راه كبار منو الدراري اللي جابوا الكلاب. ودري ولدك لقيته اللي كان هو في 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 المشروع كان مع شي حد يعني كبير ولا شحال؟ شحال في عمرو هذاك؟ لا كان بوحده. كان بوحده؟ اه. كان مع حتى واحد؟ لا. واخا الاجراء اللي درتو من بعد ما عضوا هذا الكلب هذا او لا حرشوا عليه هاد الناس هذو الكلب حتى عضوا، شنو الاجراءات اللي درتو؟ هزوا هذيك الساعه من المشروع دا السلطات صوروه وكل شيء، قالوا لي سير تداوي ولدك عاد بجي عندنا. وهبطوا داويتو؟ اه دينا للسبيطار مولاي عبد الله، ما قبلوش حتى شي 12 ديال اللي رحنا في السبيطار مولاي عبد الله. علاش ما قبلوش في السبيطار مولاي عبد الله؟ قالوا لك عدوا الحاله ديالو خايبه حرجه خطيره. اه وملي ما قبلوش دينا الميريز قعد باش واحد الطبيب مسكين تعاون معنا بارك الله فيه هو اللي خيط لي وكل شيء. غير باش نقربوا الصوره للساده. دينا الميريز كو. الميريز كو. اه. استقبلوكم. اه. داروا يعني الاجراءات اللي آه. خيطوا ليه. خيط لي الدكتور وكل شيء. واش قال لكم من بعد منها؟ ملي خيط لي قالت لي هذيك الفرمليه كاين تم، قالت لي دي تدكوا لي البرا وجيبوه. ديال اش البرا؟ برا ديال الجل. اه ديال السجن حيت عضوا كل. وبقينا مشينا دينا للوزيه ما قبلوش، وجينا للجامعه ثاني هنا قال لك ما كايناش البرا، هبط معنا واحد السيد تا المحمدي على باش دكيناه. واخا ومن بعد ما درتوا هذه الاجراءات الطبيه والمسائل وكذا رجعتوا لعند الدرك الملكي. اه مشيت عندهم قال لك خاصتي تجيبوا شهاده طبيه. اه هاد الناس اللي داروا لي هاد الشيء معروفين تما؟ اه كاينين دابا نيت كاينين في السويق كاينين في المشروع. ما تمش الاعتقالهم ولا شيء؟ لا يعني باقيين باقيين مطلوقين. قلتي لنا قبيله بانه الضربه فين تعض ولدك بدات كتخماج يعني بدات كتعفن. اه كي واخا كنديروا ليه الدواء واخا كلشي ما بغاتش تبرى لي، باقا جالسه غدا وكتعفن لي. ممكن نسولوا الابن ديالك نتكلموا معاه يقول لنا شي كلمه شي حاجه؟ هي دايما قربي لها هناك. كنت كنمشي للسواقه دايما ملي شتهم ضاربين الدراري نضربوا بالموس في شي جاب الكلب بغا يحرشو عليه الاخر هرب، تميت انا غادي هربان تلا عليا انا الكلب. كي داير هاد الكلب؟ كي داير واش كبير؟ بيرج. بيرج بيرج بيرج. عندك غير في هذيك البلاصه ما عندكش بلاصه اخرى؟ حتى في يدي. في يدك حتى هي. من عندك ما هربتيش ما خفتي؟ لا ما هربتش. لقيتي بلاصه ديالك؟ لا راه انا تمشي حيت تمنت. شكون اللي داك السبيطار وشو لامبيلونس جات لامبيلونس واش؟ جاو البوليس. جدارميه. جدارميه. واخا قول لي يا ولدي انت مولف كتمشي لتما ديك البلاصه ديك السويقه علاش كانوا مضاربين هذوك؟ اللي ما كيبغيش يعطيو الفلوس كانوا كيخسروا لي الخضره. اللي ما كيبغيش يعطيو الفلوس كيضربوه ويخسروا لي الخضره. اللي ما كيعطيش الفلوس كيقلبوا لي ما عطيش كل شيء الخضره. هما ديما كيبغيو دايما مضاربين دايما. وانت ولدي عارفهم بلي راهم خايبين دوك الناس تما لازم مشيتي حداهم تما؟ واش كاين شي محل شي دار تما كتمشي ليها ولا؟ لا راه كندور انا تما شتهم ضاربين كلشي الناس كيهربوا كيشيروا بالحجار الماكن القراعي ديال الدجاج
تشرفوا بالقراعي. هادشي قلتيه للجدارميه؟ قلت شيري. وهاد الدراري هادو كبار انت شتيهم ياك؟ دراش كبار. كبار. ومن بعد ما مشيتي للطبيب ما خفتيش؟ ما يعني الحاله ديالك قولي لنا كيفاش براسك ملي عضك الكلب ومنين حسيتي بالحريق؟ حريق بزاف توعت. كتحس بالحريق؟ لا. ايه. والطبيب شنو قالك الطبيب؟ قال لي تجي كل مره نبدل لك الفاس. واخا عطيني الميكرو لماما. لالا سعيدة دابا بالنسبة لولدك الطبيب البعد ضعيفة وحنا خويا ما فحالناش وما عندناش لايتي كنركبو بصعوبة هنا خاصك تنقل شحال ديال المركوب شي خاصك خمسة ديال المركوب باش توصل حتى لميريزكو وما عندناش خاصك يوميا ديو ساكنين عند الناس ماشي عندنا لا سكنة لا والو مكرفسين دابا هذا ديبو يعني واش الزوج ديالك عساس هنا؟ عساس عندهم معاطينا السكنة. انت قلتي لي كتخدمي في الفلاحة؟ كنخدم في الفلاحة مرة نخدم مرة ما نخدمش ماشي شي خدمة قارة. يعني معيشة صعيبة؟ سكنوا مع ثلاثة ديال الليل تمشي للموقف مرة تخدم مرة ما تخدمش. شكون كيقابلك الوليدات؟ شحال تقريبا ديال الوليدات عندك؟ عندي خمسة. خمسة الوليدات؟ وكلهم تقريبا كيبانوا لي صغار. وشكون كيقابلهم ملي كتمشي تخدم؟ هو كيبقاو مع باهم. باهم هو كيقابلهم. ودابا الحالة ديال هاد الوليد هذا يعني غادي خصو لأن حتى هذا خويا كنطلب إلا كاين شي دكتور ولا شي جمعية تكلف بيه باش يداو. واخا بالنسبة للمنطقة حساسة شوية. وديك أصعب بلاصة هي هذيك. يعني واش كتشوفي يعني عندك قدرة على أنك تقدري تعالجي تبي؟ ما عنديش أخويا. عشان راه كندبروا عليه بصعوبة. هذا صعيب. كنطلب اخويا من السلطات تاخذ لي حقي وشي محسن ولا شي جمعيه يوقفوا معايا في وجه الله يداووا لي هاد الوليد ما باغا ولدي يتعتق ما باغا طالبه حتى حاجه عيط عليك الزوج ديالك قالك الحكايه ديالك كيفاش حسيتي؟ ديك الساعه كو كان قدامي انا نصفيها لي ما نكذبش عليك واش بنادم دري صغير تحرش عليه كلب راه ماشي معقول هادي كاع واخا تكون لي يهودي ما تقدرش تحرش على دري صغير تكون غادي تتحرش عليه كلب راه حشومه. واخا ملي جيتي وشفتي ولدك وفي هاد الحاله. راه مشيت اخويا راه ما نكذبش عليك راه مشيت صباطي ديال رجلي مشيت لابساه بالمقلوب وجيت لابساه بالمقلوب. والله ما صباطي رجلي ما عرفتش اش لابسه فيهم. مشيت صباطي لابساه بالمقلوب وجاي لابساه بالمقلوب. وصبي مشينا السبيطار ديك ميريز كو ما نعسناش وما شفناش النعاس كاع معاه جاو يبكي واخا مشيتو وفي الليل كيعطي صداع ما كينعش مشيتو عند الطبيب والطبيب قال لكم حاله حرجه واش حسيتي ديك الساعه انت كأم واخويا راه بحال ضربني بشي موس لقلبي شي واحد ورشك فيك شي موس ولدك عزيز عليك راه ولدي وخا راه يحيدو ليا صبع من يدي يومي ما يفرقونيش على ولدي. الوليد احمد كيقرا؟ كان اخويا كيقرا وما بقاش كيقرا. شنو المشكل؟ ما كيتفهمش. حتى الامكانيات ما كاينش. باش تزيدي السوايع وباش تعاوني الدعم وهذا ما كاينش. ما لقيتش باش نعاون. كاين شي ام كتمنى ولادها يقراو ويكونوا احسن بغيتو يقراو بغيتو يكون احسن احسن مني وكلشي ولكن ما بقيتش لي الامكانيات هو الكبير في الولاد خوت هما جوج صغار منه هو الكبير في الدراري لالا سعيدة يعني هاد الحالة دابا ولدك مجبد وكتسناي تانتيا الفرج من عند الله والعلاج ديالو والامكانيات ما كايناش يعني
قربينا بزاف الاحساس ديالك كأم، قربينا بزاف. شرحي لينا الاحساس هذا اللي كتحسي به. اخويا كو عندنا الامكانيات ندخلوا الميريزكو ديال الفلوس، ولكن ما كراش ما صبتش لي الغضب. الله الله، كتشوف كلشي راه ما عندناش، ما عديتش تا بيت فين نسكن. ساكنه عند الناس بارك الله فيهم، هما اللي دايرين فينا خير، عاطينا السكنه. نداء ديالك اختي سعيده. كنتمنى اخويا شي قلوب الرحيم يوقفوا معايا مع ولدي باش يداووا، وهذوك المجرمين ياخذوا العقاب ديالهم. هما دابا مشدودين؟ لا ما مشدودينش، يعني خص ضروري تكون هذيك الشهاده الطبيه. علاش ما درتش الشهاده الطبيه للدري؟ قالوا لك لا، عطيتها لكم دابا، باقي الدري ما معالج تحملوا المسؤوليه ديالكم. يعني باقي ما قوموش الحاله ديالو في الدرجه الخطوره. ما جاوش عندكم هما طلبوا السماح؟ لا ما شنا حتى واحد فيهم، ما جا حتى شي حد. هي فعلا منطقه حساسه، وممكن انها تاثر على السيستم جينيك ديالو، يقدر يكون مضاعفات اكثر. حاشاك بيبي، لا بغا يمشي يديرها كيديرها بصعوبه. واش كيدير؟ شكرا. كما سمعتوا اعزائنا الكرام مشاهدينا ومتابعين، الحاله ديال سعيده والابن ديالها احمد، الزوج حساس في واحد الديبو، ساكنين السكنه غير ديال الديبو، حاله ضعيفه، مصاب اللي تصاب به الابن ديالهم ماشي ساهل فعلا. هي حاله حرجه خطيرة، درجة خطورة ديالها ما قدرش الطبيب يقومها حاليا باش يعطيهم ديك الشهادة الطبية اللي غادا الدين هذوك المرتكبين ديال هاد الجريمة هذه، لأن كتعد جريمة لهاد السبب. حتى من الطبيب براسو ما قدرش يعطيهم هاد الشهادة الطبية حتى يقوم الخطورة ويقوم الحالة الأخيرة اللي غتوصل عليها هاد الحادثة.